إذا ينضم إلينا هاتفيا الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. برحب بحضرتك معي عبرة دكتور طلعت. أهلا بحضرتك. إذا مثل ما تابعنا في التقرير جهود كبيرة تقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لو تحدثنا عن تفاصيل هذه الجهود الأخيرة قبيل حلول شهر رمضان، وأيضا كيف تتابع جهود الدولة في ملف الحماية الاجتماعية وانعكاسها على المواطن؟ طبعا احنا طبعا التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي هو طبعا كيان له شخصيه اعتباريه، وكيان له اهداف محدده، اهداف خدميه تنمويه توعويه، اهداف الاسر الاكثر احتياجا. طبعا التحالف بيستهدف القرى الاكثر فقرا، المواطنين الاكثر احتياجا. ويمكن طبعا في الفتره الاخيره التحالف بيجهز وبدا فعلا بالفعل يعني يوجه مساعدات غذائية لكل قرى وربوع وأحياء مصر من خلال جمعياته ومؤسساته اللي هم 34 جمعية ومؤسسة الأهلية اللي هم المؤسسين للتحالف حتى الآن. أيضا التحالف يبدأ يوم قواطن علاجية زي اللي حضرتك وقفت الضوء عليها بالتعاون مع التحالف الجمعيات الخمسة اللي هي القاهرة الكبرى. كل دي أنشطة الهدف منها خدمة المواطنين الأكثر احتياجا، وده طبعا الدور الاسمى للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. التحالف طبعا حريص كل الحرص على ان هو يخفف يعني اثار الازمه الاقتصاديه اللي تمر بها الدوله المصريه والعالم كله من خلال الخدمات ومن خلال المساعدات ومن خلال التحالف العام الماضي استهدف 30 مليون مواطن، 25 مليون مواطن مساعدات غذائيه، 5 مليون مواطن خدمات علاجيه، فضلا عن مبادرات زي مبادره ازرع اللي استهدفت اكثر من 100,000 فلاح لزراعه نص مليون فدان. ايضا اطلاق سراح عدد كبير من الغريمات لدعم طلاب الجامعات والمدارس، توفير فرص عمل لذوي الاعاقه، مشروعات اكثر من 40,000 مشروع. كل دي التحالف بيقوم بيها، وطبعا ده دور مهم جدا ومكمل وتنسيق مع الدوله وخلال مبادرات بالتعاون مع الوزارات المعنية. التحالف ضم 600,000 أسرة لبرنامج تكافل وكرامة، يعني تكلفة وصلت أكثر من 2.2 مليار جنيه. طبعا ده كل ده بيتكامل مع وجود الدولة في الحماية الاجتماعية. الدولة طبعا معنية بملف الحماية الاجتماعية من خلال معاش تكافل وكرامة، ويمكن تعافي تكافل وكرامة خلال الأيام القرية القادمة هيبقى في قانون الضمان الاجتماعي اللي هو هيشمل التكافل والكرامه، ويتحول من مجرد مبادره الى معاش والى برنامج ثابت والقانون. كل دي جهود الدوله تقوم بيها فضلا عن اهتمام الدوله في الوزن العام للدوله بخدمات الحمايه الاجتماعيه، التعليم، الصحه، الشغل، الصرف الصحي، السكن الاهلي. كل دي جهود الدوله تقوم بيها من اجل الدعم نعم ملف الحمايه الاجتماعيه. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا دكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، شكرا جزيلا لك.